نوفمبر 2017 بيبر فور فالنت 3 والسؤال الثاني سي بيقول A small object is made of steel. It's placed level with the top surface of the liquid in the measuring cylinder and then released. The object sinks in this liquid. Explain why the object sinks in this liquid. والسؤال الثاني بيقول لي describe how the volume of the object can now be determined. القصة يا جماعة القصة بكل بساطة انه مع measuring cylinder وبيقول لك معانا الكرة اللي هي مصنوعة من الستيل وحطيناها هوب يعني ايه يا دوب على السيرفس بتاع الووتر وبعدين رحنا سايبينها فراحت الكرة غطست. السؤال الأول ليه الكرة غطست؟ ليه الكرة ما عمتش؟ ببساطة يا جماعة أكيد الدنسيتي أوف الستيل أعلى من الدنسيتي أوف الووتر فبالتالي الويت بتاع الستيل أكبر من قوة دفع الماء اللي هي الأب ثراست فورس فبالتالي الكرة غطست. يبقى ببساطة الدنسيتي بتاع الكرة أعلى من الدنسيتي بتاع الماية فالكرة هتغطس. السؤال الثاني ازاي بقى اقدر اجيب الفوليوم بتاع الكره بالشكل اللي قدامك؟ بصوا يا جماعه بكل بساطه ده الفوليوم بتاع الووتر لوحده وده الفوليوم اللي وصلنا له بعد ما حطينا الكره. اذا هو ده الفوليوم بتاع الكره تمام. يبقى انا عندي ببساطه ادي دي في 2 تمام وادي ببساطه ادي في 1 تمام. لما نقول له يا جماعه في 2 ماينس في 1 الفي اللي الجديده ماينس الفي الاصليه ده يديني في الكره اللي هي السفير بتاعتي. اذا هنجاوب السؤال ده ازاي؟ اكسبلين واي ذا اوبجكت سينكس. اقول والله density of steel is higher than density of liquid so the weight downwards is greater than the up thrust force. طيب describe how the volume of the object can now be determined. تقدر تجيب الفوليوم ازاي؟ اقول والله take the reading of the new level of the liquid with the steel object in it and subtract the new reading minus the original reading. وده اقتراح المارك سكيم طبعا بيقول take new reading and subtract 82 او original reading ده اللي احنا قلناه بالظبط.